الحقيقة برضو تم يعني إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا اللي هتتولى الحقيقة الإعداد للمؤتمر الكبير برضو اللي كان أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي، اللي هو هيبقى مؤتمر عالمي للترويج للاستثمار في مصر في النصف الأول من عام 23. وده بالفعل النهاردة بقى هيبقى في تشكيل، صدر قرار بتشكيل اللجنة اللي هتبقى معنية بتنظيم هذا المؤتمر عشان نخرج بيه بأفضل صورة ممكنة للترويج للاستثمار في مصر، وان يبقى ده نافذة مهمة جدا. ويمكن كان توجيه سيادة الرئيس ان هذا المؤتمر بعد كده هيبقى بيعقد بصورة دورية، يعني كل سنة هيبقى هذا المؤتمر العالمي يعقد بهدف الترويج للاستثمار والمشروعات التنموية الكبيرة اللي موجودة جوه مصر. الحقيقة في نفس الوقت الحقيقة الدولة المصرية النهاردة، لان طبعا التحدي الاكبر ولا يخفى على حضراتكم جميعا هو توفير موارد اكبر من العملة الصعبة، وده اللي الحقيقة الحكومة النهاردة شغالة على هذا الموضوع بالتنسيق مع كل الجهات، مع البنك المركزي، مع كل الوزارات، على اساس هناك خطة وتصور واضح لتوفير العملة الصعبة في خلال الفترة الجاية. لان طبعا احنا ناعي تماما الفترة الاستثنائية اللي احنا موجودة، وبنتابع على مدار اليوم كحكومة ايه الصعوبات اللي موجودة وازاي ان احنا نزللها، والخطة اللي موجودة النهاردة وموضوعة محطوطة لغاية 30/6 بصورة مبدئية كخطة عاجلة 30/6/23، يعني بنهاية العام المالي الحالي، وايضا طبعا على المدى المتوسط للسنتين ثلاثة القادمين.